أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في بلدنا قد بدع علماؤنا أناسا بأعيانهم، وأنا طالب علم صغير ولكني غير مقتنع تماما بهذا التبديع، وأفتوا المشايخ بهجرهم وأنا غير مقتنع أيضا بهجرهم، ثم طلبوا مني التدريس عندهم في مساجدهم فرفضت بناء على كلام المشايخ فيهم. والسؤال: هل يلحقني إثم إذا ما قاطعتهم وهجرتهم ونصحت الناس بهجرهم ومقاطعتهم بناء على كلام أهل العلم فيهم رغم عدم اقتناعي بذلك؟ تبديع ليس من حق كل أحد أنه يبدع ويحكم بالبدعة، وإنما تبديع راجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم الراسخين في العلم الذين يميزون بين البدعة وغيرها. والبدعة ضابطها كما جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدعة، بدعة في الدين سواء كانت في العقيدة أو في العبادة. فالبدعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ويحكم بها أهل العلم، ما يحكم بها المتعالمون والمبتدئون والطلبة وكل يبدع الآخر إذا لم يوافقه، هذا أمر لا يجوز، هذه فوضى. نعم، انتهى. في الله والله تعالى.